يعتبر برنامج مع الأسرة من أشهر البرامج التلفزيونية في تاريخ تلفزيون الكويت، وله دور هام في إرشاد الأسرة والمرأة في مهام الحياة الأسرية. وهنا نرى الإعلامية القديرة فاطمة حسين وهي تقدم فقرة طبخ لسيدات البيوت الكويتية. تمتنع بتاتاً عن الغذاء والماء مدة لا تقل عن 14 ساعة. ونحب نقول أن أي مادة غذائية نتناولها تتحول إلى جزء منا، أي تحول تعطينا الطاقة والحركة والنشاط، وكمان تخلي الجسم يؤدي الوظائف العادية اليومية، القلب يديك، الأكل الهضم، الدم يمشي، تنفس وغيره من الوظائف الجسم اعتيادية. إذن في هناك علاقة قوية بين المواد الغذائية نتناولها، اللي هي احنا مقسمينها دائما إلى 4 مجموعات، كل مجموعة لها وظيفة خاصة تعطي الجسم من نشاط وطاقة وبناء أنسجة وغيره من الفوائد الغذائية. المجموعات هي احنا نسميها مجموعة النشويات، مجموعة أول شيء الحليب اللي هي مكون من الحليب ومشتقاته والجبن، ومجموعة الأسماء اللحومات والأسماك والبيض والمواد مثل الدياي وغيره، وبعدين مجموعات الخضار والفواكه ليها طبعا فوائد اللي تبقى تعطينا الوقاية وتخلي الجسم مستعد عشان يكون يمنع أي مرض يدخل جسم الإنسان، وبعدين المجموعة الأخيرة اللي هي المجموعات النشويات اللي الخبز، العيش، البرغل وغيره من المواد تعطينا الطاقة. معنى هذا وضحونا العلماء أن 96 من وزن جسمنا ومكون من المواد الكيميائية اللي تكون منها هذه المواد، اللي هي مثلاً كل مادة اللي قلنا ذكرتهم الأربعة أساسها كربون، هيدروجين، أكسجين، يعني هذا بعد ما نتناوله يتحول جسمنا إلى هذه المواد، اللي هو تطلع بتنفس، نفقدها عن طريق الخروج، نفقدها عن طريق العرق وغيرها. إذا جسم الإنسان مكون من، إذا قسمنا هاي 96، خمس جسم الإنسان مكون من مواد الزلالية البروتينات اللي هي المواد اللحومات، مثلا اللحم، السم اللي موجودة في هذه، في اللحم، السمج، البيض، الدياي وغيره. وبالنسبة للمواد الدهنية هم موجودة بهالمجموعة نفسها، وموجودة مجموعة الحليب موزعة بين كل مجموعات المواد الدهنية اللي هي كمان تزن تقريبا خمس وزن الجسم. طبعا هذه النسبة تختلف من شخص إلى آخر حسب عمره وطوله ووزنه. مثلا إذا الطفل يكون عنده نسبة الماء أكثر تلقى جسمه طري، ونسبة الدهن أكثر عن جسمه طري ولين، غير عن جسم الشخص كامل النمو. بس ما ننسى أن النشويات هي الخبز، العيش، المشتقات هذه مهمة وايد وايد للجسم، لأن الجسم ما يقدر أن يخزن كمية كافية له، وخصوصا إحنا في شهر رمضان وما ناكل أي شيء، يعني اللي ناكله وقت الفطور وبعد الفطور والسحور هو اللي راح يخلينا ثاني يوم نعيش عليه طول يعني. فلهذا لازم تكون أو يكون موجود في مواد في وجبة الفطور والسحور المادة النشويات اللي هو الخبز، العيش، الهريس، البرغل وغيره الموجودة، لأن الجسم ما يقدر يخزن هذه المواد، مع أنه مهم يعني كل خلية بسمة تحتاج إلى مواد سكرية اللي معناها أن مواد نشوية مع الخبز نتناوله أو العيش يتحول في جسمنا إلى سكريات بسيطة عشان يسهل امتصاصها من خلايا الجسم وتتنقل بواسطة الدم طبعا إلى الخلايا الأخرى عشان تؤدي وظائفها الاعتيادية. يقصد المواد النشوية في الجسم على صورة مادة يسمونها جلايكوجين، وهذه تكون موجودة في تخزن في الكبد، تخزن بعض من المواد النشويات في العضلات، بس هذه نسبتها كلش بسيطة، يعني إذا واحد ما تناول واعتمد على اللي ماكله من قبل، يعني من قبل بدأ يمتنع عن النشويات على فكرة مسوي رجيم أو شيء، وهذا طبعا خطأ، الجسم ما يقدر يعيش، ما يقدر يمشي على المواد اللي المخزون اللي عنده أكثر من، إذا كثرنا من 10 إلى 12 ساعة، فلهذا لازم يكون المواد النشوية موجودة في وجباتنا. بالنسبة إذا أعطينا غير هذا الأملاح المعدنية الموجودة في المواد
الغذائية، واللي هي تزن من نسبة وزن جسم 4%، مع أن هذه الكمية يعني صغيرة، بس طبعا الجسم يحتاجه وما يقدر يؤدي وظائف الاعتيادية إذا امتنع عن الأملاح أو تناول مواد غذائية ما في الأملاح المعدنية. أما بالنسبة لمجموعة الفيتامينات اللي هي موجودة في كل مجموعات وخاصة في مجموعة الخضار والفواكه، تعطي الوقاية ضد الأمراض، تعطينا النشاط، تعطينا الوجاهة، أو الجسم يكون جسم جلد الإنسان ناعم وحلو وما يكون فيه يعني صافي. نسبتها في الجسم قليلة، يعني ما يعادل أونس واحد بس مهم جدا، ولازم نتناولها من خلال الفواكه والخضار الطازة أو المطبوخة. لحين أخذنا وظائف المواد الغذائية في الجسم، بعض المواد هذه اللي ذكرنا عني من أربعتهم دولة، بعضهم يؤدون ثلاث وظائف في وقت واحد، مع أن البعض الآخر يؤدي وظيفة واحدة أو وظيفتين. مثلا المواد الغذائية اللي تمد الجسم بالطاقة الحرارية هي النشويات، الدهون. المواد الغذائية التي تبني وتحافظ على نمو الأنسجة هي البروتينات أو الزلاليات لبناء الأنسجة، وكذلك يساعدها فيها النشويات والدهون والأملاح والماء، الأملاح المعدنية والماء، مع أنها ثلاث أربعة مع بعض كلها يتعاونون عشان يعطونا أو يبنون أنسجة ويحافظون على تعويض الأنسجة في حالة واحد قيام المرض أو أي شيء. مواد غذائية لتنظم وظائف الجسم هي الماء، الأملاح المعدنية، الفيتامينات، البروتينات، الدهون، النشويات، يعني كلها مع بعض لازم عشان يعطي الجسم يقدر يؤدي وظائفه بانتظام وبدقة وطريقة صحية. شلون المواد الغذائية احنا نستفيد منها؟ طبعا بعد ما تناول مواد غذائية عن طريق الفم يحدث بعض الهضم وينزل في المعدة، يبدأ بقية الهضم. تحول المواد الغذائية بواسطة عوامل كيميائية وعوامل ميكانيكية وطبيعية، يعني بالمضغ والعصارات الموجودة عندنا، الإنزيمات، تحولها إلى مواد بسيطة سهلة الامتصاص في جسم الإنسان. تمتص طبعا هذه المواد من جدار المعدة، أو لما تروح الأمعاء من جدار الأمعاء الدقيقة، وبعضها الماء والهاجة من جدار الأمعاء الغليظة. نهاية عملية الهضم تحول المواد الغذائية إلى المكونات سهلة الامتصاص اللي هي النشويات، مثل ما قلنا يعني نشو، بس نشا، حتى الشكر تحول إلى سكر بسيط، يعني الشكر داخلين بالشاي تحول إلى سكر أبسط يسمى الجلوكوز، عشان يساعد الجسم يمتصه بطريقة سهلة، ورأسا يتحول يروح بالدم إلى الخلايا لتعطيها الطاقة وتؤدي عملها. الدهون اللي موجودة باللحم، بالبيض، وبالحليب، وكل موجودة في هذه المجموعات اثنين، تحول إلى يسمونها مادة بسيطة أحماض أمينية وجليسرين، عشان سهل الامتصاص فيها من خلال الأمعاء والشري والخلايا. الزلاليات تحول إلى الأحماض الأمينية عشان تكون سهل امتصاصها في الجسم. تفاعل الكيميائي في الجسم اللي هو الكيميائيين يحتاج إلى عامل مساعد يسمى الإنزيمات. طبعا هذا العامل لازم إحنا يكون موجود فينا، في الموجودة في الجسم، وتكون محتاج لها لعملية الهضم. يعني إذا واحد يبي يكون يتناول الأربع مجموعات هذه مع الماء، الماء مهم، مع أنه موجود في الماء، مو بس طريقة الماء، العصير فيه ماء، الفواكه فيها ماء، الخضار فيها ماء، كل هذا فيه ماء، يعني الماء يدخل عند جسمنا غير عن طريق شرب الماء، عن طريق الشاي وغيره والعصير، وكذلك خلال المواد الغذائية الخضار الفواكه. المخزون عندنا يكون كافي، قلت لكم لكمية قليلة، ولازم الجسم يعطى باستمرار كمية من المواد الغذائية الأربعة اللي ذكرناها، بتناول يوميا يعني في رمضان بالفطور وبعد الفطور والسحور يكون موجود هذه المواد في وجباتنا الغذائية. بعد تناول هالمواد الغذائية، طبعا هذا حتى مو بس شهر رمضان وبس، لازم حتى أيام العادية. وعليه يكون مثلا في الحلقة القادمة راح نقول نبين أهمية هذه المواد خلال شهر رمضان، ليش لازم نتناولها في الفطور وليش لازم نتناولها بالسحور، ومعي الأنواع اللي نركز عليها خلال وجبة الفطور والسحور. وشكرا.